عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني 2024، ويشمل برنامج الملتقى عددا من الجلسات وورش العمل تتناول قضايا حقوق المرأة وتمكين الشباب وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من استراتيجيات رفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة. حينما ينعقد المؤتمر بعد مرور 20 سنة على تشكيل أو إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت شعار من أجل إنفاذ حقوق الإنسان، يعني من أجل ترجمة حقوق الإنسان أن تكون واقعا لكافة فئات المجتمع، ويعني لدينا فئات البعض يطلق عليها مسمى المهمشة، لكن المصطلح الأفضل وهو الأولى بالرعاية بحكم التركيب الظروف الخاصة بها. لكن لو كل الحقوق الإنسان في سياستها استهدفت كل أفراد المجتمع دون تمييز لأي سبب من الأسباب، يبقى كل فئة من فئات المجتمع هتحصل على حقوقها. احنا بنتكلم عن ملف حقوق الانسان وخاصه وزاره الشباب والرياضه اللي انا بتشرف ان انا بنتمي ليها من خلال نموذج المحاكاه. احنا من خلال لجنه التضامن وحقوق الانسان في المجلس شغالين على الملف ده من بدري، وتقريبا كمان شغالين على المحور الثالث في الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان الخاصه بالطفل والمراه وذوي الاشخاص ذوي الاعاقه وملف الشباب بالتحديد، والاهداف الثمانيه او التسعه الخاصه بملف الشباب فيما يخص الاستراتيجيه. طبعا منذ بدايه عام 2022، منذ اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انه عام خاص بمؤسسات المجتمع المدني، وبجد الناس كلها بتشارك بحماس وأهمية كبيرة جدا. الدولة بما إنها ديمقراطية وبتسعى دائما لتحقيق الديمقراطية والعدالة والمساواة في كل الحقوق والواجبات، فبنلاقي علشان كده كل منظمات المجتمع الدولي بتتهافت إنها تنزل مصر وتقدم كل المساعدات الخاصة ليها، بما إنه مجتمع بيسود الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.